لكن ترتوي من قهرها جمرة، مر السحاب بدربها ولا زارها مرة. عطشانة لكن ترتوي من قهرها جمرة، مر السحاب بدربها ولا زارها مرة. قلب تعذب وافتقاك في ليلة القمرة، خب حنين ولا شكا أوجعه مرة. صدرك من دفن قلبك على قهرة، يا السمرة جمرك قد جرى وسط الحشا نهرة. في جوف صدرك من دفن قلبك على قهرة، يا السمرة جمرك قد جرى وسط الحشا نهرة. بدمعك سقيتي لوعتك لهنك يا سمرة، ظلك بوجه الظلم لا ما خاف من شره، ما خاف من شره. وغاب مساكين الله يرحمه ويحسن اليه. امين. صبري يا بنيتي صبري. زيانه يا بنتي دخلي داخل، ما ورا عليك من الليله الحين يالسه، سيري ريحي ظهرك، دخلي داخل سكري الباب وراك. عاد تصدق ان حريم من صبح الصبح اليوم قلت للشيخ اني باخذكن وبنصير نشوف اهل زيانه ونعزيها، لكن دكتني صامله يوم عرفت انها متركه في الحاره. ريلها من الحاره وتترك في الحاره. زين مسكين مات وحتى بيت ما خلف لها، وبعدين هي ليش تصغر عمرها تروح تترك عند امها؟ زيانه مثل بنتي اللي ما حملت بها، وامها مطمن انها موجوده عندي في البيت، الا اذا في راسك شيء مرهونه قولي. خلو الله يهداك، ليش تقولي انتي؟ انا لو ما هي غاليه على قلبي كنت ما حاتيتها. وعلى شو تحاتينها يا خالو؟ انتي بيتك طلق
ما يصير، انت ما تقرين في بقعة وما يصير تخلينها بروحها. زيانة بنت الدار، وان شاء الله ما بيكون قاصر عليها شيء، وامها بتتيلس وياها هني في البيت. بعد حتى الام بتعذب هني. مرهونة. احمد اشوفك تسوي كل شيء من راسك، ما تاخذ شور حد، غامر بين الحياة والموت، هذه ما يبالها مشورة. غامر علاجي عندي، ما يحتاج يجيب له غريب. سويل ما واحد غريب على الحارة، كم مرة الحارة وعالج المريض فيها، ومعروفة باد الكل. غامر بخير وما يحتاج العلاج. اسمع يا شيخ الحارة، قدرك محفوظ وسموحة إذا ما ترخصنا من قبل، بس عامر حالته ما تسر، إذا ما كنا إحنا في عونه مين بيكون في عونه؟ أنا بجيب العامر اللي داويه، ما لازم سويلم. لو نضمن حياة عامر ما بنقول لا، خصيف المسكين صاب المرض وما عالجته، يعني مثل ميت وطرشته مع غريب لحالة العود، وسويلم والنعم فيه عالجه. حميد لا تيلس تصف الكلام، صلوا على النبي يا جماعة الخير. الله وبارك عليه. أنا بشوف المريض وبسوي اللي أقدر عليه، وإذا علته عودة كان شوفه واحد غير يداوي. ما إن شاء الله بتقدر، أنت بس سوي نية، ومثل ما قلت لك خصيف بتكون لعامر إن شاء الله. من خصيف؟ خصيف اللي ياك مع غريب صوبك هناك. ما عليه يا جماعة، نحن الحين موضوعنا عامر. ايش قلت يا شيخ؟ بدال سويلم بيتك عشان يشوف علة عامر؟ عم هلال، عم هلال، شيك عم هلال، براويك ايش بتراويني؟ براويك كيف عبيد دافن عمره في التراب، بسوي مثله، انا ما ربت اتحمل، هو كيف قدر يتحمل؟ اللهم صبرك يا روح. الشيخ هلال خليك منه، هذا انا وطفران منه، خلونا نسير نشوف عامر أحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. من؟ سليم؟ اي نعم سليم. كأنك ما عرفتني، أنا عمك سويلم، عم بدور. بدور؟ ايه حياك يا عم سويلم، حياك، زارتنا البركة. سليم انت ما شفت عبيد لما طلع؟ طلع؟ طلع من وين؟ هي طلع من التراب. ها انا طلعت، عبيد بعد يقدر يطلع. غيب زول يا شيخ هلال. ما مصدقني؟ ها ما مصدقني، انا بروح اشوف عبيد، واذا طلع انتم بتزولون مو بانا. غيب روح بلا رد ان شاء الله. عبيد زول، ما ناقصنا غير ميانين، الله يقطعه. ما بندخل نشوف عامر؟ بندخل نشوف عامر، بس اللي بيدخل عليه أنا وسويلم. هذا غدا المرحوم، حرام عليك اللي تسوينه في عمرك يا بنتي، مو بزين.
لا تموتين عمرك من اليوم، لا تنسين انتي بداخلك روح. ما لحق يفرح بها يا خالتي؟ إذا ما لحق يفرح بدنياه بيفرح بآخرته. بس لا تسوين شي بعمرك، الله ما يرضى بشي. لا تنسين أن ربك عطاك نعمة ولازم تحافظين عليها. كلي يا بنتي كلي، حرام عليك. سبحان الله، الواحد ما يعرف متى ساعته تحل. مسكين خصيف اللي يسمع كلامه يقول مينون، بس اللي يركز في كلامه يعرف أنه له مغزى. ليش ما تدخل داخل وتجلس معنا تتغدى حالك حال الناس؟ ما بغدى. ليش ما تبغدى؟ تتغدى في العريش يعني؟ يمكن له، يمكن لا، يمكن له، يمكن لا. لا لا اسمعني يا خصيف، انا ببني لك بيت كبير مثل بيتي، وبزوجك بنت الحلال، وبعطيك اللي تباه من الخير. ليش؟ ما فيها ليش هذا؟ تعرف؟ أنا حسبك واحد من أولادي، ولا أقول لك حسبة أخوي. ليش سكت؟ ليش ما ترد خصيف؟ أنت ما يخلص كلامك؟ خذ عني. لا حول ولا قوة إلا بالله. عم أحمد أنت هني الحين تري هلال وسويلم، ولا نحط الغدا حق الريايل؟ لا تتريوا لحد، حطوا الغداء ان شاء الله. يا ابوك هذا المكان ما في نفس، هذا الحجر وحده تجيب المرض. لو كنت لاحق اجيب عامر لهالحجره كان مات بدون ما حد يحس، لكن البخت، البخت ما معي. شيخ هلال، ها ها علامك يا ود الحلال، اقول لك هذا الحجره ما تنفع تجيب العوق والسقم. زين ترى عامر مريض، الحجره ما بتزيد فيه شيء، هو عاد مكتفي. ما يسوي الريال بين الحياه والموت واحنا ملزومين به. زين اقول لك، اظن بيقوم من الطيحه. بيني وبينك والعلم عند الله حالته ما بتطول. يعني بيموت؟ كلنا بنموت. زين اذا ولا بد بيشيل بيت حميد هناك وبنعالجه، لكن عاد اذا مات ما حميد بيشيل عزاف بيته، انا اللي بشيل عزاف بيتي. احنا خلنا نسوي اللي علينا، ولا صار ما صار هذاك بيدين الله سبحانه وتعالى، وانتوا تستدوا ما بينكم. ما ينعرف حالي كيف بيكون اذا اخوي حميد حي. بيعطيني صحن العيش مثل ما سوى العم حميد، ولا بيرفسني مثل ما رفسني هلال. صبرت يا روح، لا لي اخو ولا اهل ولا حد يسأل عني. ما لي غيرك يا رب، ما لي غيرك يا رب. عم سويلم، انت متأكد من الكلام اللي تقوله؟ الأكيد عند رب العالمين يا ولدي، لكل أجل كتاب. بس بس يا عديم الذمة والضمير، أنا لا أعتبدي منك. والله والله ثم والله دامك مع هلال ما برضى عليك دنيا وآخرة. غريب، خله خله، هذا مبونا راعي كلام، ما عليك منه.
برخصتكم يا جماعة. الله معك الله معك. ايش فيك انت الثاني؟ كأنك استعنيت من كلامه. ما تعرفه يعني؟ انبوني يصف كلام. ما قال شيء جديد. قال ما بيرضى علي. دنيا وآخرة. بس عيل؟ إذا في خاطرك تصيح، سير العزة هناك صيح. عشان الناس لما يشوفون دموعك يقولون قاعد يصيح حق أخوه عبيد. أما هني نزلن ولا ما نزلن كله واحد. كل هذه سواه يسويها أخوك سليم؟ أنا عزيز أن يكون واحد مثل هذا أخوي. بس حميد ما ترى لي أن سليم هذه أطباعها غريب. لا تكون ظالم أخوك. يا ريت يا عمي يا ريت، على الأقل كان بتخف ذنوبه. بس سليم سليم مصر على راية، ما هي منه الأحساب ولا عقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا اللي أقول إني بزوج بدور من واحد يخاف الله ورسوله. عمي حميد لما خطب بدور لسليم ما كان يفكر إنه غرته دنيا وركض ورا هلال. بيني وبينك لو تسأل عم حميد الحين بيقولك إنه ما يستاهلها، لأن سليم ما عاد لأولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدني أرد وأسألك، أنت شفت بعينك إنه يسوي هذا السواه؟ بصراحة يا عمي لا، بس خصيف شافه، قصدي خليفة. وليش تفهمه؟ أعرف أن العم سويلم راعي معروف، بس لا تحاتي، هو خبرني أنه ما بيطر لحد. وانت خبرتني ما تطر لحد. ايش تباني أسوي؟ كان لازم أقول له. بعدين انت شفت بعينك الدودة لما شاف ذيك الحالة، وعاد بغى يختمها لما سأل من خصيف، لو ما الله ستر. بعدين لا تنسى أنك انت اللي قلت له أن اسمك خليفة في بيته، يعني السر طلع منك. ما ظنيت ان بيه حارتنا يوم من الايام. غريب، انت تندل هلال اذا عرف ايش بيسوي. ما بدلاله. بعدين يا خليفه، الله يعلم اني ما فقدت اخوي سليم الا عشان تكون انت اخوي. ايش فيك اليوم انت وعمي حميد؟ كل واحد منكم يباني اخله. الاصيل الكل يبا. هالاصيل اللي تقول عنه حتى كلمه الحق ما رايم ينطقها. مجبور تقولها، لو ما قلتها بتخلي ذيابة الليل تنهش في لحم الأوادم طول عمرها. الله بيردهم، عامر بيقوم وبيفضح سره. للأسف العم سويلم يقول عمر ما راح يقوم ولا راح يطول. صيف اللي أبقى أقوله منصور يدي يقول الليلة بعد صلاة العشاء بيخبرك من اللي قتل عبيد. كيف ومتى ومن قال هالكلام؟ يدي صالح هو اللي قالي. خوز 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 عني. خوز عنك صيف خوز. منصور لا تخاف لا تخاف،
تعرفك صيف مجنون. زين الحين النشمي قول لي، صحيح الكلام اللي يقوله يدك؟ زين بس يدك ما يشوف، كيف شاف القاتل؟ يدي يقول ان اليوم بعد صلاة العشاء بتعرفون كل شيء، ولازم كلكم تحضرون صغير وكبير. يعني مو بعامر اللي قتل؟ يدي يقول انه مو بعامر اللي قتل، واحد غيره، والليلة بتعرفونه. ها وهذه حبة مني، وحالك من عندي قرش، بس ما عندي الحين بطرش عند سيف. زين أو. يلا زين هو سير هو. اخ يا رب يا رب لك الحمد والشكر يا الله. جات من الله. بعدين ايش هذا، روحت الولد بالفرحة؟ ما قادر اصدق. يعني خلاص زال الهم؟ اكيد. تعرف ايش ابغى اسوي الحين؟ ايش؟ ابغى اروح مزرعة العم حميد. زين. واعق في داخل العوض بحق عمر حق. حس نفسي حلط. يلا زين يلا توكلنا. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. تحسبني ما بكشفك، أقطع يديني إذا ما كنت أنت القاتل يا هلال، وريولك بتفضحك قبل أنا أفضحك. كل العرب سخوا طاياهم، وإذا مثل ما تقول مسكت الأثر مكان مقتل عبيد تقدر تطلع الحين، كان كلهم موجودين، العاقل والمينون كلهم حاضرين. الله يقدرني واكشف القاتل. ومنصور نعم بسم الله. يلا يا حمد تعال تقرب منها. عطريلك عطريلك. هاشم هاشم عطريلك. هذا الشيخ هلال. الشيخ هلال؟ اي نعم. انا عشان خاطرك وخاطر الحاضرين خليت ميلسي وييتكم، مع ان صحتي ما بزينه، مهموم على اللي صار في عامر وعبيد. هاي ريلي. والله يلعنك يا نفس، ظنيت الشر في هلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله على هذا الظن، استغفر الله. ها معلم صالح. كيف بتكمل؟ ترى احنا تهمنا صحتك، هو زين لو تكمل باكر. لا بكمل. ومنصور نعم هات اللي بعده. هاته ان شاء الله. إذا صدق إن المعلم صالح مسك الأثر، فما بتكون أثر هلال أو سليم، يعني بتكون أثر يولي. يعني لا 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 ما قادر أصدق اللي يصير. أنا اللي بطيح التهم عليه،
انا اللي بطيح التهم عليه. صيف تعال تعال. اطرينه اطرينه. خصيف خصيف القاتل. معلم صالح عرفت القاتل؟ أنا تعبت تعبت ومصروع. نعم نعم أبوي. قولهم باكر نكمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. باكر يا جماعة باكر بنكمل باكر. بس أبوي بس بس نعال باكر إن شاء الله بنكمل باكر. ظهرنا المعلم صالح خرف. أقول له ليش داق صدرك ميم على وادم بلا فايدة؟ يقول القاتل عرفه يعني عرفه. الله يهديه كبر وخرف. ولا إيش تقول يا حميد؟ ما عندي كلام أقوله. سيف خل أرقد وخلي عمك سويلم يطلع إن شاء الله. شكلك موافق على اللي قاله صالح. صالح ما قال منكر. الرجال يبغى الخير ما يبغى شر. يا أحسن من غيره ما يبغى يسكت على الحق. لكن ربك ما جعل له يوصل. زين لا تجيب طار السالفة قدام سويلم. ساكم الله بالخير. ساك الله بالنور السرور. إيش هبت يا عامر؟ إن شاء الله أحسن. على الله. ها سويلم إن شاء الله سويت اللي تبغى. اللي بغيت يا سويلم سويته. بغيت مكان تعالج فيه عامر إن شاء الله. بس الحجرة اللي في بيت حميد تغنيك عن الحجرة اللي راويتك إياها. والله يا هلال اللي كاتبنا رب العالمين لا يغني حجرة ولا سيح. زين أنا ما برد الكلام مرتين. إذا الله سبحانه وتعالى خذ أمانته عزاه في بيتي. وإذا قام بالسلامة بتعيشه في بيتك؟ هذا أنت قلتها. إذا قام بالسلامة ما ندري ليش بيبدك من موته. الريال ما باقي فيه غير النسخ. أنا أقول إن موته أرحم. يا إنسان ادعي له بالخير والله بيبارك في دعواك. أقل شيء ما بتيتم بنت من بعد موته. ما نبي ننكش سوالفنا قدام الغريب. ما غريب إلا الشيطان. يعني بقول عنك منحوس لكن كل ما جيت أطبق هالكلمة أقول لا محظوظ. شعره بس عن التهمة بس طلعت منها. أقول لك من الخوف زين ما لبسني إني مصدقنك. إذا ذيك المسكة اللي مسكني إياها لو بس مطول كان صبوع يدين تخالطن. والله يا غريب نشف الدم في عروقي ما عرفت إيش بقول. الله يهدي العم صالح زين ما طحت على رأسي. مسكين العم صالح بصراحة رحمته كان وده يسوي خير. ما هان علي أشوف هيبته تنكسر قدام أهل الحارة بعد ما كان يقول حفظت الأثر بإيدي. شبرته وعرفت طوله وعرضه. صار يقول اليدين ما تكفى عن العين. صار يتعلث بشيء الناس ما تلومه عليه.
يعني بترتاح إذا طحت على راسي واتهموني ظلم؟ لو هذا الشيء صار كنت بشهد أنك أنت كنت تتابع هلال وسليم وشفت كل شيء سووه. تشهد شذب؟ أشذب أحسن ولأنهم يعدوا التهمة عليك. غريب، ما فكرت في يوم من الأيام أني أكذب عليك؟ لا ما فكرت، حتى لو كذبت كلامك ما بكذب نظرة الخوف في عيون هلال وسليم. والله انك ذهب يا غريب. مشكور يا خليفة، قول آمين عامر يقوم بالسلامة. غريب، روح هات رحمة تشوف أبوه إن شاء الله. استريح سويلم، استريح تفضل. نعم عمي، مات الله يرحمه. أنت متأكد أنه مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بن آدم ماشي حيل إلا بالله. يا جماعة الخير هم سيروا ساعدوهم، سيروا. توكل على الله، توكل. استغفر الله العظيم. ساعد حمدان، إيش فيك واقف؟ سير ساعدهم عشان يحضروا المغسل. عمي أنا كني سمعت صوت رحمة بيت حميد تصيح. متأكد؟ لا عمي ماني متأكد، يمكن يكون صوت سيف يصيح على بوتة عامر. سيني يا غبي، لو دخلت وتأكد. أنا قلت عمي هيا أخبرك أول شيء بوتة عامر. أنت صراحة غبي وميتين غبي بعد. سير ادخل هناك وتأكد أحسن. روح إن شاء الله. روح تأكد. أقول عمي ما بتسير وياي؟ زين روح بعد أنا نجي. روح
أنا كنت حاسنها عنده. سويلم ما طلب يعالج عامر في بيت حميد إلا عشان رحمة تشوف أبوها قبل ما يموت. لكن على من؟ والله لطلع هالسوا من عروقه. عمي ما لازم نسوي مشاكل مع العم حميد. إذا كانت رحمة عنده ناخذها بالطيب. ناخذها بالطيب؟ وحميد خذاها بالقوة؟ تباني أنا أخذها بالطيب ها؟ لا وتسمعني بعدك قدامي تقول عنا عمي الظهر أنك مشتاق للثوب القديم. عمي أنت تعرفني أن أنا ما أفكر كذي. المهم ارتحنا من عبيد وعامر، الله يرحمهم برحمته، ما شحيل إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما غريب عنك، أسبوعين غبت فيهم عن الحارة ومن رديت هذه حالتك. قول إيش شغلنك؟ مرات يا ولدي الواحد تأسف بالريح بقوة ويقول أحسن لي أني أسد بابي عنها وكف خيري شر، لكن مرات يقول أحسن لي أني أفتح بابي عن تقلع الريح بيتي كامل. كل هذا عشان عامر؟ بس المرحوم اللي صابه ترى بيد رب العالمين، وانت سويت اللي عليك يا أبوي، حرام تشيل نفسك هالهم. ما حد يعترض على حكم الله. بس المرحوم ترك بنت صغيرة، وهذه البنية حكايتها حكاية. وهذا اللي شاغلك يا أبوي؟ هذا اللي شاغل حميد، واللي يشغل حميد شغل. وهذا حين خلصنا. خذ شوف عمرك في الجامعة. ها أبوي ايش رايك في الحلاقة؟ غاوي يا ولدي غاوي. زين الحين نروح نساعد عمك ابو منصور، ساعده في المهناك. يلا ان شاء الله ابوي ان شاء الله. يلا دهده. ها يا ولدي غريب فكرت في الموضوع؟ هي نعم يا عمي فكرت، بس يا ولدي البنت ما تنعاب، وانت وحدك قلت انك شفتها وتشهد باخلاقها، وعندك سبب عشان ترفضها. ما باردك يا عمي. هذه ما فيها مرده، اذا تشوف بذور زله واحده تخليك ما تخطبها قول. محشوم عن الزلات يا عمي، بس انا مالي خاطر فيها. سامحني يا عمي. اتمنيت ان البنت تكون حلوة واحد منكم، بس يمكن ما نصيبها معكم. ها
أنا ما مضايق بخاطر غير أن كلمتي انكسرت قدام سويل. وأخوك سليم ما سوالي حشمة، سواد بويه قدام الناس. محشوم يا عمي، أنا عندي الحل. إيش رأيك نزوج خصيف لبدور؟ أعرف إيش اللي يدور في خاطرك. يمكن الريال يبقى حرمة تخليه يقر في البيت من بدل ما هو متلته في الحارة. يقولوا الريال لما يتزوج يقر. بعدين يا عمي، أنت إذا زوجت خصيف بتسوي فيه خير. وخذها كلمة مني، العم سويلم ما بيرد خصيف لأنه له مكانة كبيرة عنده. بدور سعيد، خلني في حالي، الكلام ما بيغير شيء. خليتك في حالك فترة بس ما رضيت تتغيري، قلت يمكن الكلام أفضل من السكوت. وايد سألت نفسي هالسؤال، وإيش اللي خلى سليم يرفضني؟ لا تقول لي نصيب، كل شيء بس بابا وعمي ما راضي يخبرني سبب رفض سليم. أنا لو كنت مكانك ما أرضى لنفسي أسأل هذا السؤال. تعرفي ليش؟ لأن اللي ما يباني أنا بعد ما أبا. بس أنا ما حسيت أن سليم يباني من أول ما خطبني العم حميد، قلت أكيد هو اللي اختارني. هي لست أتخيل كيف بتكون عيشتي وياه، كيف بشوف حارتهم وحريم حارتهم. في النهاية اكتشفت إني جالسة أخيط ثوب بخيط قصير.